السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأجندة اليوم هو السابع والعشرون من شهر أكتوبر للعام 2017 هناك أخبار عديدة هذا الأسبوع تستحق التوقف أمامها منها ما يتعلق بخلفية النداء الأخير لشيخ المقاومة في تعز حمود المخلافي النداء الذي دعا فيه إلى عوده مقاومي ابناء تعز ابناء المحافظه المنتشرين في مختلف جبهات الجمهوريه والعوده الى تعز للدفاع عن مدينتهم التي يراد بها شرا من قبل التحالف ومنها ما يتعلق بالتطورات الجديده في ملف التسويه المشبوه الذي او التسويه التي يراد لها ان تتم في اليمن دون حسم حسم المعركه مع الانقلابيين ومنها من هذه الاخبار ما يتعلق بتطورات الاحداث في العراق وسوريا وانعكاساتها على المشهد في اليمن والقضيه اليمنيه، لكن احنا تركنا هذه الاخبار كلها وفضلنا التوقف في هذه الحلقه عند الخطاب الاخير للمخلوع علي صالح. لانه سيفتح الطريق للحديث عن الملفات الاخرى ويرتب الصوره، احنا نتغيى دائما في هذا البرنامج ترتيب الصوره. اعني الخطاب الذي ألقاه أمام بعض رجال حراز والحيمة وبني مطر قبل أيام قليلة معدودة وكالعادة سنتأمل دلالات وأبعاد هذا الظهور الجديد لعلي صالح لفهم ما يجري في المشهد أكثر وأكثر كما قلنا المشهد بحاجة كما قلت إلى أن نعيد ترتيب اللوحة فيه لأن يعني اللوحة ما زالت غامضة وغير مكتملة كونوا معنا كما قلنا من قبل لا يستطيع علي صالح ولا عبد الملك الحوثي الابتعاد عن الاضواء والكاميرات كثيرا. لماذا؟ لانهم يخشون ان يصاب اتباعهم ومؤيدوهم بالملل واليأس فينفضوا عنهم. واذا كان عبد الملك يتذرع بالمناسبات الدينيه والوطنيه والمذهبيه لكي يظهر على الشاشه فان علي عبد الله صالح لا يحتاج الى لمثل هذه المناسبات. وعندما يقرر أن يظهر سيكتفي بدعوة بعض أنصار إلى أي قاعة من القاعات الأعراس والعزاء لإلقاء خطاب قصير ويمضي هذه المرة بدأ علي صالح بخطاب قصير وعين حمراء حمراء على سبيل الحقيقة على سبيل المجاز كان واضحا أن عينه اليسرى ليست على ما يرام وهو ما يؤكد صحة خبر العملية التي أجرها الفريق الطبي الروسي قبل أيام الأسبوع الماضي لكن الذي لفتني في الموضوع هو التوقيت الذي أصيبت فيه عين صالح لماذا في هذا الشهر تحديدا؟ لماذا أصيب المخلوع بوعكة صحية في عين في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني هل الأمر علاقة بالضغوط النفسية التي مارسها عليه الحوثي في الفترة الأخيرة مثلا؟ ربما تتذكرون أنه في آخر مقابلة له مع الإعلام نبيل الصوفي قبل, قبل إجراء العملية بفترة بسيطة ظهر في حالة إرهاق وضعف معنوي واضح بعد ان اغتال الحوثيون احد رجاله المقربين اللي هو خالد الرضي واشتبكوا مع حراسه نجله صلاح صلاح علي عبد الله صالح في منطقه حده وقيل يومها ان الحوثيين قد اعتقلوا نجله وحصلت مشكله كبيره يعني في حينها ويبدو ان المخلوع قد تعرض لاذلال وضغط شديد من قبل الحوثيين ربما ادى هذا الضغط والاذلال الى الحاق الضرر باحدى عينيه اقول ربما يعني احنا ما متخصصين في ما احناش اطباء عيون يعني مما استدعى اجراء عمليه جراحيه المتابع للمشهد سيلحظ ان مستوى هذا الضغط والاذلال الذي يمارسه الحوثيون على صالح بدا واضحا من شهر ثمانية الشهر ثمانية الماضي في هذا العام اعني عندما افسدوا له الحشد الجماهيري الذي كان يعد له في ميدان السبعين بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لقيام حزب المؤتمر الكل آنذاك كان يتوقع أن يظهر صالح في هذا الحفل بخطاب قوي ومبادرة واضحة للسيطرة على الأمور في صنعاء خاصة بعد أن ظهر بعد التهديد الشهير الذي أطلقه قبلها بيوم, بيوم واحد ضد الحوثيين لما قال العباره المشهوره ما بشفح حط من صنعاء. يومها اعتقد الناس ان الزعيم سيلقي في حفل المؤتمر سيلقي القول الفصل وسيرفع عن انصاره الذل والاغلال التي قيدها بهم ال او قيدهم بها الحوثيون طوال الفتره الماضيه. لكن طبعا الجميع بما فيهم انصاره اصيبوا بخيبه امل كبيره لان الرجل ظهر في حاله ارتباك وخوف وخطاب مشوش دعا فيه الى رفد الجبهات بالمقاتلين الى جانب انصار الله كما سماهم وقد ظهرت الاخبار يومها تقول ان الرجل تعرض لتهديد من قبل الحوثيين بالغاء الحفل واظهاره بمظهر الضعيف وهو مضطر المخلوع لطلب الوساطه من زعيم حزب الله اللبناني وهذا هو سر ذكر المخلوع لوساطة حسن نصر الله في ذلك الخطاب أظن هو الذي ذكر حسن نصر الله يومها وشكر على الدور الإيجابي الذي كان به في حل حالة المشكلة بينه وبين الحوثيين الخلاصة من الواضح أن الرجل يتعرض لضغوط شديدة من قبل الحوثيين وأنه يحاول المكابرة والقبول بنصف الإهانة إذا صح التعبير نصف الاهانه كما يعتقد هو خوفا من الاهانه الكامله على يد الشرعيه، هكذا العناد والمكابره ولعل هذه الضغوط النفسيه التي ادت الى ارتفاع الضغط في على احدى عينيه كما نتوقع وكادت ان تصيبها لعل هذا هو السبب نعني ولعل علي عبد الله صالح بعد فتره وجيزه سيخرج بمرض جديد وعلة جديده من بسبب هذه الضغوط التي يمارسها عليه الحوثيون. إضافة إلى ما ذكرناه في الفقرة الماضية، هناك مؤشرات أخرى تدل على أن علي صالح يتعرض لضغط وإذلال من قبل الحوثيين. من تلك المؤشرات حديثه الدائم في كل خطاب تقريبا عن ضرورة رفت الجبهات بالمقاتلين. كل مرة يطلع فيها على التلفزيون يدعو ابتداء في البداية يدعو إلى رفض الجبهات بالمقاتلين أتصور أن هذه الفكرة في الخطاب مفروضة على فرضا من قبل الحوثيين وكأنها شرطهم يعني للسماح له بإلقاء الخطابات كأنهم اشترطوا على إذا حبيت تلقي خطابات فعليك أن تضمن هذه الخطابات كذا وكذا يبدو أنهم اتفقوا على شروط للتهدئة فيما بينهم من ضمن هذه الشروط التي أملاها الحوثي أن يدعو المخلوع إلى رفض الجبهات في كل خطاب يطل به على الإعلام لكي يضمن طبعا الحوثي يضمن أن صالح لن يوجه رسائل أخرى سلبية في هذه الخطابات طبعا هذه الجزئية أو على الأقل ما يشتغلش لنفسه يعني يشتغل له هذه الجزئية قد تبدو غير مقنعة عند البعض يعني أو غير واضحة للكثير من المشاهدين إلا أن كل من السياسيين أصحاب الخبرة سيفهمونها لانهم يعرفون بالحدس الحدس السياسي اللي يكونوه يعرفون الفرق بين ما هو خطاب تلقائي وما هو خطاب غير طبيعي غير تلقائي يعني عندما يحرص علي صالح على المطالبه برفض الجبهات في كل خطاب يظهر فيه حتى لو كان هذا الخطاب يعني بيتكلم في موضوع مختلف لو كان موضوع الخطاب يعني مختلف عن خطاب التعبئه حتى لو كان كذلك فانه يدعو الى رفض الجبهات هذا يعني ان في الامر كما يقولون إن إن وأخواتها في الفيديو القادم الذي سنشاهده بعد قليل يبدأ صالح حديثه بالدعوة إلى رفت الجبهات بشكل مقتضب سريع كذا ثم ينتقل للحديث عن مغالطة جديدة من مغالطاته المعروفة هي قوله إن حرب السعودية اليوم على اليمن تشبه حربها مع الجمهورية بعد ثورة 62 هو يريد أن يقول أنه يكف في نفس الصف الجمهوري الذي كان يكفيه فيه السلال كما كان يكفي الجمهوريون في حرب الستينيات أراد أن يوصل هذه الرسالة وأن الشرعية التي لجأت إلى السعودية أراد أن يقول هكذا أن الشرعية التي لجأت إلى السعودية اليوم تشبه النظام الإمامي الذي لجأ إلى السعودية في ستينيات القرن الماضي وهذه مغالطه سنناقشها لكن بعد بعد ان نشاهد الفيديو واريدكم ان تلاحظوا معي امرين الاول حاله صالح وهو, وهو يلقي الخطاب والاخر حاله انصار في القاعه سنلاحظ ما يلي اولا صالح يظهر خافتا ذابلا هذه المره كما ظهر في المره السابقه يعني ما عندوش حيوية، ما فيش الحيوية المتوقعة المعروفة عنه صالح طبعا عادة يحب أن يظهر في التلفزيون بصورة حيوية يتحرك يحرك فيها جسده ويديه ورأسه ويحرص أن تكون نبرة صوته وملامح وجهه قوية لكي يعطي انطباع بأنه سيد الملعب أحسن لاعب يعني وأنه الراقص على رؤوس الثعابين هذه الحيويه والديناميكا التي تعودنا عليها من قبل لم تعد موجوده الان، لماذا؟ لماذا مع ان الدواعي موجبا لها يعني لماذا اظلم وجه صالح وخفتت حيويته مع ان سياسه التحالف العربي بقياده السعوديه اصبحت تتجه لصالحه وضد الشرعيه، المفروض يفرح يعني. الامارات واقفا معه، ايران واقفا معه، السعوديه غيرت سياستها وصالح وصارت في مصلحته، المفروض انه يكون مبسوط يعني وهذا يظهر على وجهه. مفروض انه معنوياته تكون مرتفعه لكن ما زال وجههم يعني مظلم اعتقد السبب هو انه واقع هو واصحابه بالفعل تحت ضغوط واذلال الحوثيين وهذا الضغط والاذلال واضح في وجهه وفي وجوه اصحابه في القاعه كما سنرى تاملوا وجوههم وسترون ملامح الارهاق والياس وقارنوها بايام الفرعنه قبل سنتين تعالوا نشوف الفيديو ونرجع للتعليق الأمور تحتاج إلى ثبات وتحتاج إلى رفض الجبهات بالمقاتلين في وجه العدوان السافر البربري الغاشم وكما ثبتتم خلال سبع سنوات مضت من عمر الثورة منذ انطلاق في السادة والعشرين من سبتمبر عام 62 حتى جاءت المصالحة في عام 1970 وكان ثباتا رائعا نفس المكان ونفس المصدر الذي مولوا الحرب في 62 إلى 70 هم الذين مولوا الحرب الان الذي مر عليها اكثر من عامين ونص طبعا ممكن تتوقف ملامح وجه المخلوع عن العمل وممكن يتوقف كلبه عن الخفقان لكن مستحيل يتوقف لسانه عن المغالطه. المغالطه التي وردت على لسانك قبل قليل هي مغالطه منتشره في اوساط الانقلابيين يعني مشهوره. يقولون السعوديه اليوم تقاتلنا كما قاتلت الجمهوريين في الستينيات، يعني احنا واقفين في المكان الصحيح. الذين لجأوا اليها في المكان الغلط. هكذا يقولون وتكمن المغالطه في تجاهلهم تجاهل صالح واصحابه لامر مهم وواضح هو ان السعوديه لا تحارب المشاريع الملكيه السعوديه لا تحارب المشاريع الملكيه في اليمن وانما تحارب المشاريع الجمهوريه والديمقراطيه ومن المعروف ان مشروع صالح ومشروع الحوثي ملكيين مستبدين يعني مستحيل السعوديه تحارب هذين المشروعين احنا نعرف ليش بتحارب الان وان مشروع فبراير هو المشروع الجمهوري يعني السعوديه تدخلت في اليمن لسببين كما نقول دائما. الاول حمايه نفسها من ذراع ايران في اليمن والاخر من اجل افشال مشروع اليمن الديمقراطي القوي الذي جاءت به ثوره فبراير. ثوره فبراير هي حفيده ثوره سبتمبر. السعوديه والامارات والنظام المصري لا يمكن ان يحاربوا الا ثوره فبراير. وهذا امر لا يختلف عليه اثنان. لا يمكن ان يكونوا قد تدخلوا لخدمه الشرعيه واهداف الشرعيه التي تبلورت في وثيقه مؤتمر الحوار الوطني. خاصه وان هذه الوثيقه قد طالبت باسترداد الاراضي المنهوبه والحقوق المنهوبه من اليمنيين في الداخل والخارج. واذا كان اللجوء الى الاخ الشقيق اذا كان اللجوء الى الاشقاء في وقت الشده يعد ارتزاق فثوار سبتمبر ايضا كانوا مرتزقه لدى عبد الناصر يعني بهذا المنطق يعني. نقول هذا على عبد الله صالح واتباع الذين يزعمون انهم جمهوريون اما الاماميين الذين يتحدثون عن المرتزقه فيمكننا ان نذكرهم بان بيت حميد الدين ما زالوا في السعوديه الى الان يرتزقون بالمعنى الرسمي يعني للكلمه وقصه ارتزاقهم في السعوديه من الستينيات وحتى اليوم يعرفها الكبير والصغير ثم ان كل كل من صالح والحوثي قد لجأوا وارتزقوا حرفيا مره مع السعوديه ومره مع ايران مرات فلا جدوى من المغالطة على البسطاء. السعودية تدخلت لإجهاض ثورة فبراير ومشاريع ثورة فبراير وثوار فبراير. طبعاً هذا النوع من المغالطات يذكرنا بآية قرآنية تقول: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما تشابه منه. الآية تشير إلى عادة سيكولوجية لدى بعض الناس. هؤلاء الناس عادة يتبعون حيلة لمغالطة الجمهور أسميها حيلة قياس الشكل على الشكل بهدف إخفاء المضمون كيف يعني من حيث الشكل يبدو جناحا الانقلاب وكأنهما في مكان ثور سبتمبر من حيث الشكل وتبدو الشرعية الضعيفة وكأنها في مكان بيت حميد الدين من حيث الشكل أما من حيث المضمون فالعكس هو الصحيح من حيث المضمون السعودية حاربت في ستينيات القرن الماضي المشروع الجمهوري الوليد المشروع الذي أنتجته ثورة 62 وهي الآن تحارب مشروع الجمهورية الديمقراطية الذي بشرت به ثورة فبراير يعني هي بتحارب ثورتين جمهوريتين وبتحارب برضو مشروع إيران الجديد في المنطقة ولأن السعودية تخشى مشروع فبراير أكثر من مشروع إيران فهي ترفض ومعها دول التحالف ترفض حسم المعركة لمصر على ثورة فبراير لهذا السبب هي ترفض حسم المعركة وهي مستعدة لقبول أي فصيل سياسي في اليمن بشروط معينة يعني أنه يكون مبتوطة الصلة عن إيران ما يكونش له علاقة بإيران مثلا هي مستعدة تقبل الحوثيين وعلي عبد الله صالح بشرط أن علي لا يكون لهم علاقة بإيران علاقة مضمونة يعني اشتوا يضمنوا هذا وهي مستعدة لأي شيء إلا أن إلا أن تخدم مشروع فبراير لأن الفصائل السياسية في اليمن من الحوثي إلى المؤتمر مستعدة للتنازل في سبيل بقائها أما مشروع فبراير فإن أي تنازل سيعني نهايته السعودية تدرك هذه المعاني وتريد فقط أن تستخدم جبهة الشرعية في تقليم أظافر إيران وحماية حدودها الجنوبية وإرهاق الدولة اليمنيه وتأديب اليمنيين الذين خرجوا يطلبون الحريه والكرامه وهذه هذه معاني مش مطلوبه وغير مسموح بها في الجزيره العربيه عند الملوك والامراء وفي نهايه المطاف في النهايه السعوديه سوف تترك الشرعيه لمصير مجهول قد يكون اسود من قرن الخروب على رأي المصريين اعزائي المشاهدين سنذهب لفصل قصير ثم نعود لاستكمال الحديث ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد. ما زلنا في وقفه تحليليه لخطاب المخلوع علي صالح الخطاب الاخير امام بعض انصاره. ومن ضمن الكلام الذي يستحق الوقوف والتحليل كلامه عن الرئيس هادي علي محسن ورئيس الوزراء بن دغر وغيرهم من الرموز الشرعيه. الكلام جاء بطريقه لا نريد ان نقول سوقيه لكن بطريقه غير دبلوماسيه سنقول بطريقه غير دبلوماسيه تدل على الشخصيه الحقيقيه لعلي عبد الله صالح يقول ما معناه على السعوديه الا تعول على هؤلاء لانهم فاشلين انا اعرفهم وهم بضاعتي وخبزي وعجيني تعالوا نستمع للمقطع ونرجع نعلق عليه القضيه اليمنية السعوديه ما بش قضية يمنية يمنية، احنا اتركونا احنا عن زد. لا تخافوا. لا تخافوا عن جد احنا وبندغر وعن سد احنا والدنبور وعن زد احنا وعلي محسن. لا لا. هذا لا تخافوا، هذا لا تخافوا عن زد احنا هم بضاعتي. هم بضاعتي وخبزي وعجيني. افهموا. افهموا ما رضيتوا تقروا ولا رضيتوا تفهموا ولا تقروا ما بين السطور. افهموا. هؤلاء بضاعة صالح، بضاعة عفاش، عفاش. ايش هؤلاء بضاعتي أنا أنا أنا. لا تخيل لهم بارك. لا تخيل لهم بارك. ويركنوا احلبوكم ما على لكم شيء، والله ما يدوهاش. طبعا هذا الأسلوب وهذه اللغة في خطاب علي صالح يحبها نوع من الناس في اليمن موجودين وفي الوطن العربي عموما تلك الفئه التي سميناها من قبل الفئه الشعبويه يعني الفئه التي تحب الهنجمه والفشر والظهور بمظهر القوه والذكاء والفهلوه والى غير ذلك من صفات الفئه الشعبويه ومعظم انصار صالح كما قلنا من قبل هم من هذه الفئه وعلي صالح يعرف يعرف جيدا أن هذه الفئة تحب هذه اللغة وهذا الأسلوب يسوي لها نشوة ولذلك يرمي لها بين فترة وفترة عبارات من هذا النوع مثل ما يرموا العظمة في المرة السابقة رمى لهم عبارة ما بشفحات من صنعة واليوم رمى لهم عظمة جديدة هذه اللي سماها هم بضاعتي وخبزي وعجيني عبارات عبارة عن عبارات للتخدير والنشوة قد يبدو هذا الأسلوب وهذه اللغة عند بعض الناس عادية لكن الحقيقة أنها تخفي وراءها الكثير من شخصية الرجل شخصية علي عبد الله الصالح الحقيقية بل وتخفي حقيقة مشروع السياسي الذي دائما ما نتحدث عنه لما رجل دولة يقول عن شركائه القدامى وخصومه الحاليين لما يقولهم عاجزين فاشلين لأنهم بضاعتي وخبزي وعجيني فإنما يقول إنه كان يعمل يعني يعمل خباز لا رئيس جمهورية كان يعمل مجرد خباز خباز يخبز شخصيات غير صالح فاشلة غير صالحة لتحمل المسؤولية ويخبز مؤامرات وتكتيكات لأغراض غير شريفة شخصية الخباز السياسي هذه لا تتفق مع شخصية رئيس الدولة المحترم المسؤول عن بناء الدولة والحفاظ على مقدرات الأمة. يعني هؤلاء خبزي وعجيني هم فاشلين لأنه أنا صنعتهم إذا أنت قاعد تصنع لنا شخصيات فاشلة وشخصيات يعني هو هو قال أنهم فاشلين ولصوص قاعدين يحلبوا السعودية يعني انتهازيين ولصوص وفاشلين وأنا اللي صنعتهم أنا أعرفهم. يعني هذا كلام هذه هذا الرجل بيدين نفسه. الرجل يدين نفسه الرجل يقول أنه ظل 33 سنة يصنع شخصيات فاشلة مجموعة من الفشلة واللصوص وإحنا من كل الصحيح وإحنا لهذا السبب إحنا خرجنا ضدك لهذا السبب خرجت الثورة في 2011 لإنقاذ اليمن وإنقاذ الدولة وإنقاذ الأمة من من الخبز اللي كنت تخبزه في البلد هذه هي شخصية علي عبد الله صالح الحقيقية التي كان يحاول دائما إخفاءها عبر القناع الدبلوماسي المعروف أيضا هذا الأسلوب وهذه اللغة في مثل هذه الظروف تدل على شخص انتهازي لماذا؟ لأن علي عبد الله صالح يدرك أن سر ضعف هادي وعلي محسن والشرعية هو هو التحالف نفسه وليس لان جبهه الشرعيه في ذاتها ضعيفه علي عبد الله صالح يعلم يقينا ان شباب الشرعيه في مارب ونهم وغيرها من الجبهات قادرون على حسم المعركه والدخول الى صنعاء في غضون شهر بالكثير هو يعلم ذلك يقينا فاهم واللي حوله عارفين لكن هم عارفين ان نظام السعوديه والامارات يرفضان ذلك يرفضان الحسم لاسباب معروفه صالح يعرف ذلك ويعرف ان شروط النصر امام الشرعيه كلها متوفره، لولا ان التحالف يمنع الحسم ويضرب كل من يتقدم في الجبهه بدون اذنه. كل مره كان يتقدم فيها الشباب في الجبهه كانت تاتي طائرات التحالف لقصفهم. مطلوب منهم ان يتقدموا الى حدود معلومه فقط حيث يأذن تأذن السعوديه والامارات. إذا تجاوزوا هذه الخطوط كانت طائرات التحالف نفسها تكصفهم والنيران تاتيهم من الخلف. هذا الكلام لم يعد استنتاجا طبعا يعني اصبح معروف في الاروقة كلها، وهو ايضا تصريح بشكل من الاشكال يعني هناك تصريحات وثائق محمد بن سلمان نفسه ظهر في مقابلة تلفزيونية قبل فترة يقول انه لا يرغب في الحسم. وإن المعركة مطولة. وهذا ايضا ما تكشفه رساله بعثها قائد قوه الواجب المشتركه الاماراتي احمد علي البلوشي او البلوشي الرساله التي بعثها الى قائد محور تعز اللواء خالد فاضل يطلب فيها الالتزام بتعليمات التحالف العربي وعدم القيام باي اجراءات في المحافظه الا بالتنسيق مع بعد ان كانت الشرعيه تحركت في تعز تحركات معينه و تظهر رسالة أو طلب البلوشي وقف يعني تطلب وقف التحركات الميدانية والعسكرية التي أشرف عليها الوفد الحكومي اليمني برئاسة عبد العزيز جباري نائب رئيس الجمهوري نائب رئيس الوزراء اليمني خلال زيارة الزيارة الأخيرة لتعز ومحاولة اغتيال جباري في المنطقة الجنوبية كذلك هي تأتي ضمن هذه الرسائل التحذيرية له من قبل يعني التحالف تحذير من الخروج على النص الإماراتي ممنوع الخروج على النص علي صالح حينما يستعرض عضلاته على الشرعية ويسخر منها في هذه الظروف هو مثل الجبان الذي أو الجبان الانتهازي الذي يستعرض عضلاته أمام مقاتل مكتوف اليدين ما هي الشجاعة أنك تقول لواحد مكتوف اليدين وريني عضلاتك وريني ما تسوي وانت عارف ان الشرعيه لا تستطيع ان تحارب الانقلاب في الداخل وتحارب التحالف في الخارج لا يكلف الله نفسا الا وسعها بالرغم ان فيها فاسدين ومفسدين وبالرغم من انه فيها من 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 منهم خبزك وعجينك لكن احنا بنتكلم عن الشرعيه ككيان كبير واسع يضم كثير من شرفاء اليمن اذا هذا يدل على شخصيه انتهازيه لدى هذا الرجل ونوع من عدم احترام الذات قد يظن البعض أننا نتجنى على الرجل بسبب الخصومة السياسية والحقيقة أننا لم نقل شيئا بعد عن شخصية علي عبد الله صالح الحقيقية لأننا نراعي ميثاق الشرف المهني في العمل الإعلامي وإلا فهناك الكثير مما يمكن أن يقال ومما يصدم الجمهور كما قال عبد الرب منصور هذه من قبل في مرات سابقة قال أنه لدي أشياء لو أعلنها ستجعل اليمنيين منذهلين وأشار له أحد قيادات الحوثيين قبل أيام ربما أسامة ساري في منشور على الفيسبوك يقول أنه لو عرف الناس حقيقة هذا الرجل وكذا لا خذلوهم والإلخ إحنا نحاول فقط أن نساعد المخدوعين من أنصار على مغادرة مربع القطيع الذي هم فيه والذهاب الى حضن المشروع الوطني المشروع الجمهوري بدلا من حمايه هذا الصنم المزيف. نريد من من, من هؤلاء الانصار اللي عليهم ملامح السذاجه ان يفسروا لنا آه هذه الظواهر في شخصيه علي عبد الله صالح او على الاقل يفسروا لنا دلاله هذه الحادثه التي ذكرها قبل ايام رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيه القطري الاسبق الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني في مقابله تلفزيونيه مع تلفزيون قطر. عندما سأله المذيع قائلا انتم متهمون بدعم الحوثيين ودعم الاصلاحين في نفس الوقت كيف تفسرون ذلك؟ فأجاب رئيس الوزراء القطري السابق قال ما معناه نحن ذهبنا الى اليمن بطلب من علي عبد الله صالح الذي اراد ان يعقد صلحا مع الحوثيين في الحروب السته السابقه يعني قال وقبلنا العرض وجمعنا الطرفين ووصلنا إلى اتفاق يقضي بأن يسلم الحوثيون سلاحهم للدولة ويتحولون إلى حزب سياسي مدني وأن يسلم كل طرف الأسرى الذين لديه كان هذا هو الاتفاق والحوثيين وافقوا قال وكونا لجنة لاستقبال الاستقبال الأسرى من الطرفين فما الذي حدث؟ اسمعوا الذي حدث علشان تعرفوا علي عبد الله الصالح لأنه يكشف جوهر شخصية علي عبد الله الصالح قال رئيس الوزراء القطري السابق ان دوله مجاوره يقصد السعوديه طبعا قال ربما تدخلت وامرت علي عبد الله صالح بتخريب الاتفاق. الاتفاق بين الحوثي وعلي صالح، لماذا؟ حتى لا تسجل نقطه لصالح الدبلوماسيه القطريه ويقال ان قطر نجحت في حل ملف الـ 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 هذا الملف في اليمن. وهي لا تريد ان تسجل لقطر يعني نجاحات. امرت علي عبد الله صالح بان يخرب هذا الاتفاق، فماذا فعل علي صالح؟ فعل شيئا لا يفعله رجل دوله ولا ولا يفعله رجل في في الاحوال العاديه يعني فوجئ القطريون ان الاسرى الذين ارسلهم علي عبد الله صالح الى الى قطر لم يكونوا اسرى حوثيين علشان يتبادل مع الحوثيين بل مجموعه عمال يمنيين اخذوهم من الشوارع وقالوا لهم ستذهبون الى قطر للحصول على فرصه عمل ويعلم الله يمكن اخذوا منهم يعني فلوس حق الفيزا وشغل السفر يعني تعالوا نستمع للفيديو ونعود للتعليق دعم الحوثيين احنا ما دعمنا الحوثيين ابدا احنا جبنا الحوثيين الى هنا بطلب علي صالح سوينا اتفاق معاهم كان اللي مشرف على الاتفاق انا ولي العهد سمو الشيخ تميم كان ولي عهد قطر ووقعت اتفاقية على أنه آه هذا الفصيل أو هذا هذا الحوثيين يكونون حزب سياسي سلمي وتسلم الأسلحة للدولة وتسلم تسلم تبادل الأسرة وكان في عندنا جهة عسكرية ومدنية عداد يعني حوالي 20 شخص للإشراف على على التنفيذ وكان التنفيذ يسير بشكل إيجابي بدا انه في بعض الدول ما ترغب انه قطر تنجح في هذا الملف اول بادره كانت مضحكه اول تبادل اسرى ابعثه علي صالح ثلاث باصات نزلوا منهم ناس على انهم السجناء انت اسمك كذا قال لا يا اخي قالوا, قالوا احنا قالوا لنا شغل في قطر وجابوا لنا من السوق جينا ما ما احنا باسره ولا احنا شيء فاكتشفنا انه بالله عليكم هل هذا سلوك رئيس الدوله طبعا هذا السلوك يوصف في اي مكان في العالم بانه سلوك يعني غير محترم غير دبلوماسي لا يليق برئاسه الدوله ولا يليق ببلد الا عندنا في اليمن عندنا في اليمن يوصف هذا السلوك بانه دهاء وحنكه وذكاء وطبعا يثير نشوه الفئه الشعبويه المسكينه وهؤلاء لا يفهمون ان رئيس الدوله هو واجهتهم هو هو واجهه الامه التي يحكمها وبقدر ما تكون واجهتك محترمه يكون تقدير الناس لك الامم الاخرى تتعرف على تدرك وعلى قيمتك ومكانتك من خلال من يمثلك من الدبلوماسيين الامم الاخرى تمنحك من الاحترام او من قله الاحترام بقدر ما تقدم انت من ممثلين سياسيين يمثلوك في الخارج لما يكون رئيس الجمهوريه لما يكون رئيس جمهوريتك مالي منصبه هذا يجعل لك انت كمواطن يجعل لك قدر وهيبه عند الاخرين عند الشعوب الاخرى في مطاراتها في مؤسساتها في الى اخره لهذا السبب كان اليمني يهان في مطارات دبي والسعوديه وبقيه المطارات والبلدان لماذا؟ ذلك لان لان رئيس دولته نقط 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 وبعباره مؤدبا لان رئيس دوله لم يكن مالئا للمنصب الذي يشغله كيف يكون الرئيس مالي منصبه الامر بسيط هناك مواصفات اوليه في رئيس الدوله ينبغي ان تكون فيه رئيس الدوله الذي يملا منصبه ويملا عيون الاخرين له مواصفات منها ان يكون على الاقل متعلم تعليما جيدا وأن يكون صاحب أخلاق سياسية عالية لا يمارس سلوك يعني يخرم المروءة وأن يكون صاحب مشروع سياسي محترم هذا إذا تشتيت تقدم نفسك وكل هذه الشروط كانت غير متوفرة في علي صالح وعلي صالح يعرف عن نفسه هذا الكلام لأنه يعرف عن نفسه هذه الحقيقة كان يكره المتعلمين ويكره المثقفين وكان يتعمد إهانتهم في كثير من الأحيان ولا يطيق الشخصيات الممتلئة بالقيم وبالفكر ولديها مشروع سياسي ما يطيقهاش ولانه فشل في انجاز اي شيء حقيقي اي مشروع حقيقي يقدر يباهي به فشل فيه في في تحقيقه تحقيق كامل ذهب راح يحول فشله الى نجاح ومن طرائف الخطاب السابق عباره تستحق التوقف ايضا قال فيها عندما يتعود الانسان على الصبر والجوع يثبت ونحن شعب تعود على الجوع. يعني هذه عباره عجيبه هذه كانه يريد ان ان يقول ان يبرر سياسه التجويع للشعب. سياسه التجويع التي انتهجها طوال فتره حكمه وكانه يريد ان يقول يعني شفتوا فائده التجويع والفساد اللي جوعناكم لولا لولا ان احنا جوعناكم واهناكم ما قدرتوا تصمدوا امام التجويع والاهانه لليوم. كانه كأنه يريد أن يقول هذا الكلام. تعالوا نستمع إليه. وكما تعود الإنسان عندما يتعود واحد على الصبر على الجوع يثبت. تعودنا على الجوع، تعودنا على المرض، تعودنا على كل شيء. تعودنا على القتال الآن ما عاد فيش الفزع الذي بدأ في بداية الحرب. أخيرا علي عبد الله الصالح هو نموذج لشخصية موجودة في المجتمع. احنا عندنا نماذج كثيره في المجتمع في نموذج الشخص المحترم ونموذج الشخص غير المحترم نموذج البخيل نموذج الكريم نموذج الشجاع نموذج الجبان هذه نماذج موجوده في المجتمع لكن الفرق بيننا وبين المجتمعات الاخرى انه مثل هذا النموذج لا يصل الى منصب خطير مثل منصب رئاسه الجمهوريه لانه هذا منصب بيكرر مصيرك ومصير ابنائك من بعدك فلما تحط في هذا المنصب شخص ليس لديه شعور بالمسؤوليه جالس يخبز شويه فاشلين ولصوص من اجل يستمر في السلطه هكذا انت بتضر نفسك وبتضر اولادك وبتضر احفادك مثل هؤلاء مثل هذه الشخصيه لا يجوز ان تستمر ولا يجوز ان ان تبقى الى ما لا نهايه يجب ان نضع لها حد في بقائها للاسف الشديد احنا في اليمن اصبحنا ملف سعودي بعد ان اوصلنا علي عبد الله صالح والحوثي علي عبد الله صالح وصنائع بعد ان اوصلونا الى هذا الوضع الماساوي اليوم اصبحنا ملف سعودي ملف اقليمي يتصرفوا فينا كما يشاؤون واليوم ننتظر فقط ما الذي ستكرره السعوديه الا اذا اجتمع اليمنيون على كلمه سواء واذا قرروا ان ينهوا هذه الماساه والامر بيدك انت ايها الجمهور الأمن الامر بيد اليمنيين انفسهم باستطاعتهم ان يقولوا لهؤلاء الذين يعبثون في صنعاء كش ملك جيم اوفر انتهت اللعبه خلاص خلونا نشوف مستقبلنا ومستقبل اولادنا نستطيع ان ننهي هذه المهزله وان نبدا من جديد لبناء يمن يليق بنا وباولادنا يحكمنا فيه من ناس يليكون بنا ويليكون يكون بسمعة البلد إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله